أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت أحد الناس في مقبرة وقد جلس أمام أحد القبور رافعا يديه بالدعاء، وأظن أنه يدعو للميت، فهل هذا الدعاء بهذه الصفة جائز؟ نعم، إذا زرت الميت سلمت عليه تدعو له، أو إذا مررت بالمقابر وقابر المسلمين تدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك. فالدعاء للميت عند زيارته أو عند المرور به بالأموات المسلمين يدعى لهم، ولا حرج في رفع اليدين في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ ويدعو للميت سواء كان قاعدا أو قائما. نعم.